أخبار اليوم. خمسة 2015 ما خدناش راتبنا، عبارة بيضحك علينا بيدينا 30% من شهر خمسة ويقول لنا الباقي هديهولكم. كل ما نيجي يقول لك الوزير مش عارف بعت لي هروح له فين الوزير ويجيبها في الوزير. تاني حاجة يقول لك رئيس الوزراء، الرئيس السيسي بيقول لك ان فيه 1.5 مليون فدان وفيه مشاريع. ما هو الجماعة دول ما بيروحوش يتكلموا عليها ولا بيتكلموا عليها خالص، ولا حد بيطالب. ان انا اقول لك ان يعني كشركة منفذة ان انا منفذ سوسكا ومنفذ طلعة الشيخ زايد في اسماعيلية ومنفذ جميع المشاريع كلها في مصر، ما حد سأل ولا حد طلب. احنا بقالنا 5 سنين ما بنبصش مرتبات، استنى شوية بقى الله يكرمك والنبي، استنى شوية. ابتدى من 5 سنين يجزع لي مرتبي يا ابني 30% من المرتب، 40% من المرتب، 20% من المرتب، ما بقاش فيه مرتب خالص لحد تاريخه النهارده. يعني خدمه 40 بصراحه، دي محمد عبد الصالحين من كفر شكر العلوبيه بصراحه اهو، خدمه 40 سنه معاق في الشركه، هتتحب مسامير وعندي عين بايظه مش شايف مرتب، ما بديش مرتب. جاز زي الشركه السبب ان هو ما بيديش، بيبيع الشركه بيبيعوها. تساله ازاي ابن سنه، تساله يقول لك رئيس الخطبه، رئيس الحكومه، الرئيس السيسي كده، ما تعرفش بيقولوا بيهدد لنا بالمواضيع دي. ده عاد الناس الكبار وهم بيقبضوا مرتبات، له طقم معاه رباعي، شركه حجمها 100,700 واحد بيقبض 400 واحد مرتبات لحد الشهر ده قابضين. امال هم بيتعاملوا معاكوا ازاي؟ زي ما احنا كده، زي ما شايف كده. واحنا بنناشد رئيس الجمهوريه بنقول له يا سعاده الرئيس احنا عايزين منك حاجه، يا تطلعونا معاش يا تدونا حقوقنا. احنا بقالنا 7 اشهر ما بنقبضش، 7 اشهر ما بنقبضش، وفي اللي عنده اسره مكونه من 3 افراد واللي عنده اسره مكونه من 7 افراد. عيالنا تتشرد ولا نسرق ولا نبقى احنا قنابل موقوتة، احنا كده قنابل موقوتة.